اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند المحلي واخر فقره معانا النهارده في برنامج الترند. نروح للترند المحلي لان في تويته مهمه جدا النهارده صدرت من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اعلن فيها قائمه المحترفين لمباراه مصر والسنغال الحاسمه. هو الطبيعي والمنطقي تعلن من خلال الموقع الرسمي لاتحاد الكوره، لكن النهارده كيروش يمكن نشرها من خلال حسابه الرسمي على تويتر. يمكن الاسامي احنا بنتكلم في 9 لعيبه محترفه: كريم حافظ في مالاتيا سبورت التركي، محمد النني ارسنال، محمد صلاح ليفربول، مصطفى فتحي في التعاون السعودي، مصطفى محمد في جالاتا سراي، تكمله طبعا باقي التغريده، احمد حسن كوكا في كونيا سبور التركي، احمد ياسر ريان في التاي التركي، عمر مرموش في شتوتغارت الالماني، ومحمود حسن تريزيجيه في بشك شهير اسطنبول التركي. ده التسعه المحترفين اللي استدعاهم كارلوس كيروش لمباراه مصر والسنغال، وان شاء الله يكونوا موفقين في المعسكر القادم. اعلان قائمه اللاعبين المحليين على فكره هتكون يوم 20 من الشهر الجاري عقب المباريات الافريقيه للاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. طيب رياضه بوابه الاهرام بتتكلم على ان كيروش هيدرس ضم 4 حراس مرمى لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهه السنغال. هو مش هيغير في الاربعه، بنتكلم في الشناوي وابو جبل وصبحي ومحمود جاد، في استقرار على الرباعي ومفيش اي تغيير في 4 حراس المرمى الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لجول لمصر، وبالامس الفيفا اعلن حكام مباريات الدور الفاصل. الكونغولي جاك نيدالا يقود مباراه مصر والسنغال في ذهاب المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. المباراه دي هتكون في القاهره يوم 25 مارس الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره، وحكم تقنيه الفيديو الفار هيكون طاقم ايطالي بقياده ماركو دي بيلو، هو اللي هيكون حكم تقنيه الفار في مباراه مصر والسنغال. بالمناسبه يعني لقاء العوده هيكون بنسبه كبيره حكم عربي، الفيفا لسه ما اعلنش رسمي لكن كل الاخبار الوارده بتقول كده. حساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره الفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم، اختار طاقم تحكيم جزائري بقياده مصطفى غربال لاداره مباراه الاياب بين السنغال ومصر. المباراه هتتلعب الساعه 7 مساء في السنغال باذن الله، والجوله الاخيره دي جوله الاياب المؤهله مباشره بقى ان شاء الله لكاس العالم في قطر. طيب وانا عايز اتكلم على جزئيه الاستعانه بطاقم حكام اوروبي في كل مباريات التصفيات الافريقيه. الخبر ده انفردنا بيه الاسبوع الماضي زي النهارده يوم الاربعاء اللي فات، اتكلمت فيه وقلت ان خلال فتره وجيزه الفيفا هيعلن يعني الاطقم التحكيميه اللي هتدير مباريات تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، وقلت هيبقى فيها مفاجات لان هناك اتجاه للاستعانه بحكام من خارج قاره افريقيا. الغريب بالنسبه لي ان الكابتن عصام عبد الفتاح، مش هتكلم بقى كرئيس لجنه حكام الاتحاد المصري او رئيس لجنه الحكام في مصر، ده عضو لجنه الحكام عن منطقه شمال افريقيا، الزون بتاع شمال افريقيا. هو الزون شمال افريقيا اللي هو الناطقين بالعربيه والانجليزيه، يمكن هو كان مسؤول عن الزون كله الناطقين بالعربيه والانجليزيه والفرنسيه، لكن بعد التعديل الاخير للجنه اصبح المغربي يحيى حطقه مسؤول عن الزون انجليزي وفرنساوي، لكن الكابتن عصام بقى مسؤول عن اللغه العربيه والانجليزيه. يعني نقدر نقول محاضراته ومتابعاته هتكون في اطار ما بين مصر وليبيا فقط، تونس والجزائر والمغرب هتكون من اختصاص يحيى حطقه المغربي. لكن المفاجاه بالنسبه لي ان الكابتن عصام طلع قال مفيش الكلام ده، كل المباريات بحكام افارقه سواء في الساحه او في الفار. معقوله هو ما يعرفش ان لجنه الحكام في الكاف مع الفيفا اجتمعوا الاسبوع الماضي وكان في تعليمات من ماسيبو بوساكا المسؤول عن لجنه الحكام في الاتحاد الدولي مع ايدي مايي، واتفقوا ان هيتم الاستعانه بحكام تقنيه الفيديو من خارج قاره افريقيا؟ يعني انا كصحفي او انا كاعلامي الخبر جالي بكل سهوله، اتقال لي من اوروبا لكن ممكن يتم الاستعانه بقارات ثانيه، فانا حتى وقتها مسكت العصا من النص وقلت الاستعانه بحكام من خارج قاره افريقيا، ممكن يجوا من اوروبا، ممكن يجي من اسيا، على حسب، ممكن يحصل اي تعديل بسبب ظروف طيران اي شيء، فممكن يجي حكام من قارات ثانيه، لكن هو طلع نفى هذا الخبر جمله وتفصيلا. امبارح الفيفا لما اعلن، بصوا الاسامي اللي معايا ايه. مثلا لقاء الذهاب ما بين مالي وتونس، طاقم تحكيم الفار من اسبانيا. لقاء الذهاب ما بين مصر والسنغال، الفار من ايطاليا. الكونغو الديمقراطية والمغرب، الفار من فرنسا. غانا ونيجيريا، الفار من هولندا. المغرب والكونغو الديمقراطية، لقاء الإياب في كازابلانكا، الفار من بولندا. لقاء الإياب ما بين الجزائر والكاميرون، الفار من ألمانيا. كل أطقم الفار في كل المباريات من أوروبا. معلومة زي دي مش عند الكابتن عصام، ده أنت المفروض مسؤول كبير جدا في اللجنة ويمكن من أقدم الأعضاء عضوا في هذه اللجنة منذ سنوات طويلة. مش عارف، وهل ده ممكن يكون من ضمن الأسباب إن حتى الحكام المصريين مش واخدين حقهم، لان الكابتن عصام مش متفرغ مثلا لعمل لجنه الحكام في الكاف؟ على فكره مفيش ولا حكم مصري
هيدير مباراه سواء في الذهاب او الاياب في تصفيات كاس العالم. ما عندناش غير امين عمر حكم رابع في لقاء الايام ما بين الجزائر والكاميرون، وبكاري جسامه هو حكم الساحه. ده جوشوا بوندو البتسواني هيدير مباراه في تصفيات كاس العالم، هل تتخيلوا ده؟ البروندي بسافيك هيدير مباراه في تصفيات كاس العالم، واحنا البنا مش موجود، امين عمر مش موجود، مفيش ولا حكم مصري، وفي تونسي وفي مغربي وفي جزائري لكن مفيش ولا حكم مصري. طيب